الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الهدف بتاع الندوة هذه هو الموضوع العام بصفة عامة، هو حكومة أنجع لكيفة أفضل بطبيعة لغوفرنس، ونركب نحكو على الحكم ونحكو على بطبيعة الكومبيتونس، لكن توا حان وقتنا الشعارات هذه تولي كلام وتولي فعل. نشوفوا احنا في مركز التكوين المهني والتشغيل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، خاصة في القطاع العام نشوفوا شوية الحقيقة لابد من ميزانيفو من تأهيل المركز هذه لمتطلبات المرحلة الجديدة. نحكيو على الجادة كذلك على النقايص الموجودة فيها، نحكيو على خارطة لبرامج تكوين المهني والتشغيل في الولايات هذه، وخاصة نعرفوا خصوصية ولاية القيروان وسيدي بوزقسرين ثم عدد من الحاجات اللي تجمعهم ببعضهم. هذوما نخدموا فيهم الحقيقه. الورشه هذه مهمه كانت سبقتها قبل جلسات على مستوى الجهات، وخاصه في جهه القرآن كانت عندنا جلسه لتقييم البرامج هذه، تقييم كل القطاع العام والقطاع الخاص بحضور زاد المنظمه اللي هي الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره لغرفه المراكز التكوين المهني اللي قاعدين نساهم بنسبه كبيره في تطوير قطاع التكوين المهني والتشغيل في القيروان. ونعرف الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص هذه مطلوبه. الحقيقه كان اهم الاهداف اللي من أجل الجلسة هذه هو الرفع من أساليب تسيير وقيادة جهاز التكوين المهني جهويا ووطنيا، الرفع من جودة خدمات التكوين المهني وانفتاح مؤسسة التكوين المهني على المحيط الاقتصادي والاجتماعي محليا وجهويا، وكذلك الرفع من القدرات البيداغوجية والتقنية في تنظيم المسارات التكوينية بما يكفي لضمان معناها اكتساب على الأقل القدرات والمهارات الواحد. وكذلك لابد من الحديث على رقمنة برنامج التكوين المهني والتدريب المهني، هذه أهم بطبيعة الأهداف اللي من أجلها اليوم الندوة الإقليمية. إن شاء الله احنا في اطار متابعة المنافذية في اطار سعادات المرحلة الجاية، ان شاء الله تكون زاد جلسة اخرى على مستوى مركزي خاصة من خلال تتلوها الندوات الاقليمية هذه ندوة وطنية، ننتظر مقترحات تكون اكثر فاعلية اكثر قابلة مربوطة الواقع بتاعنا وزادة تتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة على مستوى خاصة الاختصاص والمطالب معناها الجهات اللي هي في حاجة لتكوين معين في قطاع التكوين المهني والتشغيل او في التدريب المهني. كل يوم عندنا ندوة اقليمية حول تطوير قواعد التصرف في جهاز التكوين المهني، هي ختم لملتقيات جهوية كانت صارت على مستوى ولاية الجمهورية الكل. وإحنا اليوم الندوة الإقليمية تخص الوسط الغربي، ولاية الوسط الغربي، ولاية القيروان، ولاية سيدي بوزيد، ولاية القصرين، وهي في إطار تقديم تشخيص الإشكاليات اللي موجودة على مستوى جهاز التكوين المهني وتقديم المقترحات والتوصيات اللي نجم نطوروا بهم قواعد الحوكمة ونجم نوصلوا نحقوا حوكمة ناجعة لكفاءة أفضل. احنا كما نعرفوا جهاز التكوين المهمة الأساسية متاعه هي توفير الكفاءات والمهارات لجهاز الإنتاج، وباش نجم نوصلوا للتحقيق الهدف هذايا يلزمنا نطوروا في الجهاز متاعنا ونحسنوا من المردودية نتاعو ونوصلوا نحققوا حوكمه ناجعه باش نجموا نوفروا هالكفاءات والمهارات لصالح الجهاز الانتاج. هو بالفعل هم بين المؤشرات بوتيتخ اللي سلبيه في ولايه القيروان هي ارتفاع عدد المنقطعين، ومراكز تكوين هي من بين الحلول اللي تنجم تحد من الانقطاع هذايا وتنجم تستقطب الشباب باش يتحصلوا على مهارات وشهيد في خدمه التكوين باش ينجموا يدخلوا بها لسوق الشغل والا ينتصبوا للحساب الخاص. دونك اهميه كبيره بالنسبه للتكوين في ولايه القيروان في اطار معالجه ظاهره الانقطاع المدرسي وفي اطار زاد حث الشباب على انه يتوجه الاختصاصات مطلوبه في سوق الشغل وذات تشغيليه عاليه. دونك احنا كيف نحكيوا على تغيير المسارات المهنية حتى اللي ديجا موجودين ومنتصبين وإلا موجودين في مهن ويخدموا في مهن من حقهم أنهم يتطوروا في المهنة متاعهم، وإلا إذا كان هم ماهمش راضين على المهنة اللي ديجا يخدموا فيها ينجموا يغيروا مساراتهم المهنية. وإحنا هذايا دور جهاز التكوين المهني أنه كيما يوفر لك التكوين الأساسي، كيما يوفر لك تكوين في اختصاصات مطلوبة، كيما زادا يحاول أنه يوفر لك فرصة باش تغير المسار المهني متاعك وباش تحظى بفرصة مخير بتدخل في مهنة أخرى ولا في قطاع واحد آخر. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.